ربح الصائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث أسباب زيادة الرزق. تقدم معنا أن من جملة المحاور التي وردت في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رؤية الهلال طلب الرزق الواسع: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة أو المجللة، يصح المعنيان، والرزق الواسع ودفع الأسقام. وتقدم الحديث عن الرزق عموما، وأن الغالب في استعمال كلمة الرزق في القرآن الكريم هو الرزق المادي، ونجد أحيانا استعمال كلمة الرزق بالرزق المعنوي من قبيل أن التقوى خير رزق في الروايات. لا شك أن كل الأمور المعنوية، العطاءات المعنوية، هي أرزاق، لكن عادة تستعمل كلمة رزق في الرزق المادي، وتم استعراض العديد من الآيات في هذا المجال وحول أن الرزاق هو الله عز وجل. وكان الحديث السابق يتركز على ضرورة أن نعمق في أنفسنا هذا السهل الممتنع، أن الرزق من الله عز وجل، بحيث لا يطلب القلب الرزق من غيره. ينبغي أن نصل إلى مرحلة كما أننا عادة لا نطلب المال إلا ممن اعتدنا أن نأخذ منه. مثلا الموظف اعتاد أن يقبض راتبه فلا يطلب المال إلا من هذا المورد، أو الشخص الذي يعطيه عادة. فكذلك ينبغي أن نصبح تلقائيا لا نطلب إلا من الله عز وجل، لا أن نطلب من زيد وعمر وفلان وفلان، فإذا عجزنا ولم نحصل نرجع إلى الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى آخر شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا المعنى ينسجم مع التوحيد، ولا ينسجم مع التوحيد غيره. في الروايات أن من جاء إلى غني وتعتع له يطلب منه المال، تواضع الدم وتلعثم بالحكي، أذهب الله ثلثي دينه، لأنه هو أذهب ثلثي دينه. الله عز وجل يظهر الحقيقة التي عملها هذا الشخص. الجزاء الإلهي هو تظهير العمل، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني هذا الموحد اللي كان ببيته عم بصلي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، لما فكر بالحاجة لجأ إلى شخص غني غير متدين ولا يخاف الله، وقد يهينه ويطلب منه، ربما يأخذ الفتاة أو لا يأخذ. هذا شرك، شرك، لكن ظل عنده بقية الدين، يبقى ثلث الدين.
فإذا أدمن على هذا قد يخسر، لا يبقى له شيء. العلاقة ينبغي أن تكون بالله عز وجل. ذكرت في حديث سابق أن الشيخ البهائي هذا العالم الجليل ينظم قصيدة باللغة الفارسية، لأنه هو شاعر متمكن باللغة الفارسية أيضا، بالإضافة إلى الشعر المميز عنده باللغة العربية. خلاصة الأبيات التي ينظمها بالفارسية أن عابدا كان في جبل لبنان، منطقة جبل لبنان كانت معروفة بالعباد قديما، طبعا بين قوسين لبنان اسم لجبل لبنان فقط، وقديما كان هناك ساقية بين بيروت وجبل لبنان، فإذا طارد الشرطة شخصا لإلقاء القبض عليه وعبر الساقية، يرجع الشرطة الدرك بيرجعوا الجندرمة وبيقولوا إنه عبر بيروت إلى لبنان، هو خرج من بيروت إلى لبنان، خلاص ما عاد لنا علاقة فيه. تاريخيا لبنان اسم هاي المنطقة جبل لبنان فقط. الشيخ البهائي يقول كان عابد في جبل لبنان، يأتيه رغيفان في اليوم، فيفطر على رغيف ويتسحر على رغيف. يوم من الأيام ما إجوا رغيفين، فتحير ما الأمر ماذا يصنع، صبر. ثاني يوم ما إجى شيء، أول يوم صام على الجوع، ثاني يوم لم يعد يحتمل، فنزل من صومعته إلى المنطقة القريبة، نظر وهو يمشي وإذا بيت كبير كأنه مثلا قصر، البوابة كبيرة، معناها هو وضعهم المادي جيد. طرق الباب وطلب منهم بعض الأرغفة، أعطوه 4 أرغفة. مشى. الشيخ البهائي يريد أن يقدم قصة رمزية لكنها معبرة. قصة رمزية بيقول مشى فتبعه كرمكم الله كلب، شافه غريب وبإيده خبز، قام الركض وراه وهو يركض أمامه، لم يستطع أن يتخلص منه، أدركه تكرم الكلب فرمى له رغيفا، أكل الرغيف ولحقه مرة تانية، حط كمان أعطاه رغيف، مهم 4 أرغفة خلصوا حتى ينجو هو من سطوة هذا الحيوان. فوقف مذهولا، هو جوعان وكان عنده 4 أرغفة وراحوا، لم يجد إلا أن يتكلم مع هذا الحيوان، ما بتستحي البعيد، مدري شو حيوان، أخذت لي الأرغفة كلها وتركتني بدون خبز. هون محل العبرة، الشيء الرمزي اللي بيقوله الشيخ البهائي. فأنطق الله ذلك الكلب، قال له مين اللي ما بيستحي؟ الذي لا يستحي هو الذي يبقى مع صاحبه. يعني تكرم الحيوان الكلب بظل مع صاحبه، إذا رمى له شيئا يأكله، وإذا لم يرم له شيئا لا يأكله ولا يتركه مهما حصل. هذا اللي ما بيستحي والله، الذي يترك سيده لأنه انقطع عنه الخبز يومان، من هو الذي لا يستحي؟ أنت والله هذا الحيوان اللي عم تقول له ما بيستحي. هذه الحالة أن تكون علاقة القلب بالله عز وجل وليست بغير مسبب الأسباب. الإمام السجاد عليه السلام بيقول وقد علمت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله. محتاج يطلب من المحتاج، محتاج يطلب من الغني، يطلب من المحتاج. طبعا هناك أوامر، الله عز وجل أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، لكن الكلام على النية. مثلا واحد بروح للطبيب
لكن الشافي هو الله. بروح لشخص يطلب منه قرض لأنه اضطر أن يطلب القرض، لكن المعطي هو الله. مش معناها أنه يعني واحد بيكون موحد لا يطلب أبدا ولا يسأل أحدا، لا أبدا. في الدعاء أن المعصوم سمع شخصا يدعو اللهم أغنني عن الناس، قال هذا خطأ، قل اللهم أغنني عن شرار الناس، فإنه لا غنى للناس عن الناس. روي عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال: لا تجاهد الطلب جهاد الغالب، ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم، فإن ابتغاء الفضل من السنة، والإجمال في الطلب من العفة، وليست العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، فإن الرزق مقسوم، واستعمال الحرص استعمال المأثم. إذن الكلام عن أن يكون تعلق القلب بالله عز وجل لا ينافي أن يطلب أن يستدين أو يطلب عطاء من أحد أبدا، لكن بده يعرف من مين بده يطلب وكيف وبأي نية. الرزاق هو الله عز وجل، قد يجري هذا الرزق عن طريق فلان أو طريق فلان، لكن الشكر يكون لله عز وجل، ويشكر المخلوق لأنه خدم عيال الله، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. إذن هذا الأمر الذي هو عين التوحيد ينبغي أن يكون حاضرا باستمرار في الحديث عن الرزق وفي التفكير بالرزق. إذا جئنا إلى الحديث عن أسباب الرزق، نجد في القرآن الكريم في البداية السبب الأساس للرزق هو التقوى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما هي التقوى باختصار؟ تقوى أن يكون الشخص عادلا، يعني إقامة العدل في دولة النفس، ليتمكن من إقامة العدل في الأسرة وفي المجتمع ويسهم بإقامة العدل على مستوى العالم. التقوى هي التوازن الحقيقي، عدم تغليب الغرائز على العقل، بل تحكيم العقل في الغرائز. تحكيم العقل في الغرائز لا يعني إلغاء الغرائز، وإنما يعني تنظيم الغرائز. أن الإنسان لابد له من الأكل مثلا، هذه غريزة الأكل، لكن إذا أكل بتوازن يكون عم بحكم العقل بغريزة الأكل. أما إذا أكل دون توازن، على طريقة أنه شخص بيقولوا له هذا الأكل يضرك، هو عنده مرض بالجهاز الهضمي وإذا الأكل يقضي عليه، فقال باللهجة العراقية: روحي فدوى البطني، وأكل ومات. هذا عم بحكم الغريزة بمصيره. الإمام الخميني رضوان الله عليه عنده تعبير أنه الغرائز عمياء، ولولا أن غريزة حب الأكل تصطدم بحب البقاء كان واحد بظل يأكل تيموت. لكن الذي يمنعه من الاستمرار في الأكل أنه يشعر بأنه سيتضرر. فإذا مش أنه غريزة
حب الأكل فكرت بنظام، لا أصلا، هو أخرج غريزة حب الأكل من سيطرة العقل، وفكر بدون عقل، والغريزة ليست عاقلة، لكن الذي وقف في وجهه هو هذا الأمر، حب البقاء. التقوى باب للرزق الواسع. لما نتأمل الآيات القرآنية نجد أيضا أن الإقامة على المعصية باب للرزق الواسع. الله عز وجل بيقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. كيف نجمع بين اثنين؟ نجمع بين اثنين أنه الأصل أن الإنسان المستقيم المتقي يرزقه الله عز وجل، فإذا حافظ على التقوى بيستمر هذا الرزق، إذا لا بيبدأ يسلب هذا الرزق وينبه ويوقظ ليرجع. فإذا كثر التنبيه وكثرت الإساءات منه وصل إلى مرحلة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أن واحد طالما أساء إليك وتكررت الإساءات وحاولت أنت تصلحه وحاولت عن طرق متعددة جدا ووعدك بأن يصلح، وبعد 40 سنة ظل الوضع كما هو ويكرر نفس الأخطاء والمعاصي، وصلت إلى مرحلة أنه هذا دعه اتركه، هذا الذي يكله الله عز وجل إلى نفسه، قامت الحجة عليه والرزق عنده يرجع إلى أن الله عز وجل لا يقيم وزنا للدنيا. الله سبحانه وتعالى كما في الحديث في الروايات لولا خصوصيات معينة وردت في الحديث لما سقى الكافر شربة ماء، لكن في اعتبارات معينة الرزق للمؤمن من قبيل يعني الأكل الذي ينبغي أن يكون متوازنا، وإذا زاد عن حده يصبح يحتاج إلى الحمية. القيمة عند الله عز وجل للقيم، للأخلاق الإنسانية، مش للفرش والديكور واللبس والأكل والأمور الظاهرية. لا بأس بالإشارة في السياق إلى أن المرأة التي تأخذ نصف ما يأخذ الرجل في الميراث هذا نوع إكرام لها، مش نوع إساءة إطلاقا، لأنه بعالم المعنى والقيم الله عز وجل لم يحرم المرأة من شيء. وإذا جاءك شخص وأعطيته مالا وأهنته فأنت لم تحترمه. احترام مش مقياس، ليس المال، ليس هذا هو المقياس. المهم أن الله عز وجل يريد للمؤمن أن يقوي إنسانيته، ولا يريد أن يكون عنده من المال ما يضر بإنسانيته تماما. عندك ولد بدك تحفظ شخصيته، خلي انه قوي الشخصية يتماسك امام اغراءات المال وخصوصيات، فتلتزم بالوصية، وصية ابن النساء رحمه الله عليه، اخشوشنوا فان النعم لا تدوم، تعودوا. او مثلا بتقول له اعمل رياضة حتى يتقوى شوي، ما يضل رخو. هذه المنغصات بتقديرنا أنه قلة المال وما شابه هي مربية. فإذا وصل الشخص إلى مرحلة أنه لا يريد أن يتنبه ويريد أن يحارب الله عز وجل جهرة، هو يمكر والله عز وجل يستدرجه ويملي له. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هذا وكله الله إلى نفسه. فإذا التقوى سبب للرزق، فإذا الإنسان رجع عصى
ونبهه الله وتنبه يستمر الرزق مش الحال، وبيكون رزق إيجابي هذا. أما إذا لم يتنبه واستمر على العصيان فيأكله الله إلى نفسه ويغدق عليه من الأموال، بحيث أن القرآن عم يحكي بشكل واضح أنه لولا الفتنة للناس كان الله عز وجل بيخلي سقف بيوت الكفار من ذهب، لكن الفتنة بتزيد. يعني هلأ هيك وفي فتنة افتتان بالمال وإقبال على الدنيا وتفكير بالدنيا. أيضا من جملة أسباب الرزق حسن الخلق، من جملة أسباب الرزق. هلأ رح أذكر بعض الروايات. صلة الرحم، من جملة أسباب الرزق حسن الجوار، قد يندرج تحت عنوان حسن الخلق. حسن الخلق مع الجيران بصير حسن الجوار. قبل أن أذكر الروايات حول هذه المسائل، أحب لنفسي وللجميع أن نفكر بنعم الله عز وجل علينا في مجال الرزق المادي وطريقة سياسته لقلوبنا. نفكر بمثال يجعلنا نفهم طريقته سبحانه وتعالى. هذا المثال أن الشخص الذي يفكر بصلاح ابنه، هو يحب أن يعطيه كل ما يحتاجه من المال. هلا عم نحكي عن مسألة المال، لكن إذا لاحظ أن أخلاقه سيئة يؤثر على مقدار ما يعطيه، خصوصا إذا كانت أخلاقه سيئة في المال. مثلا أنه ما بيتصدق، ما بيساعد حدا نهائيا. أخلاق الولد السيئة هذه تؤثر على موقف الأب منه أو لا؟ طبيعي. طيب إذا شاف أنه هو بيهتم بالصرف على نفسه، وأخته مثلا بيشترى شغلة بحب أنه يأكلها وحده، ما بيخلي حدا يأكل، يعني غير أنه ما بيعطي مال وما بيساعد ما بيصدق، لأنه اشترى أمر. هذا الأمر أيضا يجعل الأبوين الحنونين يقيمان المبلغ اللي بدنا نعطوه إياه، يعيدان النظر في المبلغ الذي يعطى عادة لهذا الولد. هذه الأمور نفسها نجدها في الروايات، أنه الله عز وجل إذا شاف الشخص عاقل متزن أخلاقي متقي، مثل اللي بيشوف ابنه أنه شخصيته منيحة، عاقل، مساكيته جيدة، يعطيه. الله عز وجل بيشوف الشخص متقي يرزقه. الولد صار في داعي يتنبه، بيتنبه، الله عز وجل بنبه عبده. يعني التعامل على أساس الحنان. هذا المثال أردت من خلاله أن نستوضح الحالات المختلفة للرزق. مثلا حول حسن الخلق، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: حسن الأخلاق يدر الأرزاق ويؤنس الرفاق. حسن الخلق وسيلة لإدرار الأرزاق. يا أيها الذين آمنوا كتب يعني فرضة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أصلي لك فد ركعتين بتوجه بخضوع لله، تشوياها بكاء، انقطع شوي عن الدنيا، شوف نفسك تعيش فد راحة نفسية، شوف شلون تقوم تحب الناس، شلون تترك الغش، شلون بعد ما تكذب. في احدى ليالي القدر احد العلماء سألتك شنو افضل عملنا، شو اسوي ليالي القدر عندنا هاي الاعمال، يقول افضل عمل طلب العلم.
جاي نتباحث، قال هي هاي افضل، ضل نتباحث يعني نترك الباحث نروح مثلا نصلي 100 ركعة مستحبات لها القبر. قال لا لا هاي اهم اللي قال لي والله حلو. قال التباحث ودرسك لا تعوف ابدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. احنا ناخذ من هؤلاء كتب المعتبرة، نهج البلاغة. نهج البلاغة قال أمين عليه السلام، تأخذ أحاديث النبوية الصحيحة صحة السند، المنبع الطيب، المورد الطيب.